عندنا زيد. السلام عليكم استاذ نجيم، عندي مشكله ويا مديره مدرسه. يقول زيد، زيد موجود مو؟ زيد شلونك؟ الله يحفظك، شلونك استاذ؟ اقول لك مشكلتكم ويا مديره مدرسه. ايش فيها هاي المديره؟ نعم، مديره مدرسه اخو طالبه اسمها ملاك حيدر تعاني من تهطل بالجفن والشفه الارنبيه. ملاك حيدر شو يصير لك؟ بتك ايش بيها ملاك؟ عندها مشكله بالشفه الارنبيه، تم اجراء عمليه جراحيه. اي مديره المدرسه متنمره بشكل. ليش بيها مديره المدرسه؟ يعني هي صايره، المفروض هم ما يقولون مديره مدرسه، يقولون دكتوره، لان هي تحدد الحاله صارت. اي أنا من ضمن الرقعة الجغرافية باليرموك محلة 610 زقاق 4، المدرسة تصير بزقاق 12. أنت إيش اسمك حيدر شنو؟ اسمي حيدر منير فرحان. زين، إيش بيها المديرة وياك حيدر؟ المديرة أي المديرة منعت أم الطالبة من الدخول للمدرسة وضعتها بصف خاص. أي بنهاية المدرسة. ليه؟ أي نمرت المديرة كونا شقيقها وزير التعليم العالي والبحث العلمي اللي هو المدعو نبيل كاظم عبد الصاحب. شو اسم المدرسة هاي؟ أنا أخويا وزير. شو اسم المدرسة؟ مدرسة الحرير الابتدائية. مدرسة الحرير الابتدائية. الحريري الابتدائية. أي تقول أخذوا أولادكم، أخذوا أولادكم إلى أي مدارس أهلية. أي كل صف خالدي 83 طالب. هسه هاي مو سوشه 83 طالب، هاي مفروض عليها، بس المعالي المديره، معالي المديره تقول لكم انا اخت الاخت اخت وزير التعليم، وزير التعليم العالي اللي هو الاستاذ الدكتور نبيل كاظم عبد الصاحب وزير التعليم العالي. وهي شو اسمها؟ حنان كاظم عبد الصاحب، اخت المعالي. اخت السيد المعالي، لازم اذا اخت السيد المعالي ما نتكلم. اي ما نتكلم. اي لان اخوها وزير. اي فهذه المديره امرت بحجز هاي الطالبه بصف خاص. ليش؟ طبعا انا اقول لك، قالت لي هذا القرار صدر من مدير تربيه الكرخ الاولى الاستاذ عدنان البرع. عدنان البرع قال هم عزلوها لهاي الطالبه؟ اي نعم، حسب قولها هي. انا راح اجيك بالتفاصيل، بس اختصر لي لانه عندي هوايه، بس فوت لي بالمفيد. اي راح اجيك نعم، راح اختصر لك. اي راح اختصر لك. وقالت هذا ايضا هذا الكلام من دائره صحه بغداد الشرخ. أي طبعا انا التقيت، اول ما التقيت بتاريخ 17/10 بالاستاذ الدكتور الاستاذ الدكتور سعد كامل اللامي مدير صحة الكرخ، طبعا مشكور، اتصل بدائرة مركز صحي اليرموك. أيه؟ قال أنا ما صادر من عندي هذا الأمر. يعني تبين لا عدنان برع مصدر كتاب ولا الصحة مصدر كتاب، هي أخت المعالي، أخت المعالي اجتهدت. هاي ماشي، الوراء الوراء. الدكتور عدنان أيضا قابلته، والرجل كان مرحب بي جدا وتفهم الشغله وقدمت له طلب. زين. الاستاذ مثنى يوم امس اي في اداره المدرسه وقالت له باكر خي تجي الطالبه، اجت الطالبه اليوم تخلي الحارس مال المدرسه عدم دخول ولي امر الطالبه مع الطالبه تمنعهم ايضا. هي مسويه عمليه مال شفه ارنبيه، لو عتها كليره، لو بيها كوفيد 19، شنو الطرقعه؟ بس فهمني. لا 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 لا، استاذ استاذ عدنان، استاذ عدنان نجم نجم العفو. اي كل هاي الامراض ما بيها مجرد. اي استاذ ليش تعزلها؟ بس غير نفتيم، ليش تعزلها؟ انا ادري ما بيها. من اول يوم، من اول يوم اللي جبناها للمدرسه ما قبلتها للمدير. ليش بيها؟ بالاهلي افضل لكم. ايش بيها بدكم؟ بالاهلي افضل لكم. ليش شاده ويا الطفله؟ ارسلوها للبيت. يا عمي يا حيدر، بس قل لي ليش شاده هي ويا الطفله؟ ما اعرف، هذا السؤال مو لي. مو انا اقول لك، انا اقول لك الغلط منك. قل لي ليش؟ الغلط مني. قل لي ليش؟ اولا هاي اخت المعالي، ولا يحق لك شرعا
ولا قانونا ولا اخلاقا ان تغث اخت المعالي. اكيد اكيد ما يصير ما يصير اخت المعالي. انا ما ادري هسه هي صدق اخت المعالي مو اخت المعالي. هسه كل واحد اخو المعالي. نشيل نولي دكتور نهج وزير التربيه. انا اناشد وزير التربيه. هو وزير التربيه هي اخت وزير التربيه لاخت التعليم. لا لا وزير التعليم العالي وزير. لا تغثون اخته. مو من حقك تغث اخت الوزير. انا وانت لما انت تشتكي دكتور نجم. دكتور نجم اي لما انت تشتكي حبه القمح والقاضي دجاجه. لا ان شاء الله عندنا قضاة يلوون الشوارب بس ذولا هي الدوره خلصت او راح ترحون وتردون منين ما رديتوا او راح يبقى هذا العراقي او راح يبقى هذا بنته. انتوا دا تشوفون هاي الحلقه لو نسيبه لو اخته لو ماخذ بنته لو قرايبه لو متنفذ لو متنفذ. عمي يا سعاده المعالي يا دكتور نبيل مع احتراماتي لك ولاختك ولعائلتك هذا الحكي صدق؟ وبعدين انت شو اسمها هي؟ شو اسمها المديرة؟ المديرة ايضا لك حق الرد بهذا البرنامج تحديدا. كلها صارت وزراء ام داني، لا صرت وزير، لا قرايب وزير، لا اعرف لوزير. وشلون بالله؟ وبعدين هو هذا الوزير؟ هو هذا المنصب؟ متى عيونكم الله لو تبقون بعد 600 سنة ما تقدرون تسووا لكم شباك مال دولة. أنا من أجي أطلع أسولف ذني دا أقول لكم أنا مو ضد هاي الدولة بس هي وين هالدولة اللي أنا أسولف عليها؟ المفروض لو أكو دولة تسمع مظالم الناس بهاي كلكم عندكم تلفزيونات وبمهجومكم وبمكاتبكم وبفللكم وبمزارعكم عندكم مكاتب إعلامية اسمعوا هاي الفضائح. من يقبل بيكم على نفسه فضيحة من هذا النوع؟ وانتم تعتقدون العراقيين ما يقدرون يحجون لا في هذه القناة وفي هذا المنبر وفي هذا البرنامج صوت العراقي الذي يمتلك حق أخليه شق أذانكم. ليش؟ 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 هذا نسيب فلان وذاك أخت فلان وهذا وزير وذاك وإذا صرت وزير أنت تعرف شنو الوزير؟ وتعرف شنو رئيس الجمهورية وتعرف شنو رئيس الوزراء ومنظف البلدية بالقانون يؤدون خدمة عامة للمجتمع كلكم. أدري وقت ما ظل يا عمر أدري وقت ما ظل أدري وقت ما ظل